يعني مثل ما ذكرتي زينب، الاطفال كثير بيعذبوا اهلهم بالاكل. امبارح كنت بحديث مع حدا وكان عم يقول لي انه بنتي ما بتاكل جبنه، ما بتشرب حليب، ما بتاكل لبنه، كل شيء مغذي هي ضده. مشتقات الحليب تماما. يعني حتى هيدا مشكله كثير كبيره بيواجهوها الاهل مع ابنائه، خاصه في طور النمو ومرحله النمو. المخرج كمان عم يقول انه نفس الشيء عنده. رح ايضا نتعرف كيف فينا نحن نتخلص من هيدي المشكلة مع أطفالنا، أكيد مع ضيفتنا الدكتورة نورة مناسترلي، اختصاصية في التغذية والصحة العلاجية. سعد صباحك نور، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور سالي، صباح النور زينب. مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل بحياة الإنسان طبعاً. كلياتنا بنهدف لحتى تكون عملية نمو صحية، لأنه هي بتأثر على كل أعضاء الجسم وبالمراحل المتقدمة. يعني إذا كان فترة نمو جيدة فحتكون نهاية جيدة مثل ما بيقولوا. في عنا مشاكل حتبلش من عمر صغير، أكيد حتنتهي بمشاكل بعمر كبير. نعم نور، يعني دائماً الأولاد أحياناً ببيتهم ما بيأكلوا، بس يروحوا عند حدا بيشتهوا كل شيء. هي كمان بسبب إحراج للأهل. ودائماً بنسمع أنه كأنه ما عم بتغذي مع أنه كل شيء موجود. شو السر بهي القصة وكيف ممكن الأم ترغب ابنها بالأكل؟ هلأ نحن عنا مشكلة كتير كبيرة كل البيوت بتصير، إن الأم رايحة جاية عم تدحش المعلقة بتم ابنها يلا بدك تاكل بدك تاكل. هذا غلط. نحن طبعا أهم الأغلاط اللي بترتكبها الأم بحق الطفل إنه ما عم بتخصص له أوقات للأكل، عم بتطعميه بكل الأوقات صبح وظهر ومساء. الولد خلص تعود إنه بأي مكان مباح الأكل بأي وقت بيقدر ياكله. غير هيك إنه على التلفزيون معودته ما بياكل غير على افلام كرتون. صح. هذا الشيء كثير غلط. يعني نحن بدنا نعود الطفل انه نحن عندنا اوقات للطعام، عندنا وجبه الفطور، وجبه الغداء، وجبه العشاء. هرمونات الهرمونات الاكل الجوع والشبع بالجسم بتتحفز، بتصير لما نحن بنحدد للطفل اوقات معينه. يعني اذا معودته انا غدي الساعه 2 الظهر، طب اذا قطعت الساعه 2 بتصير هاي الهرمونات تشتغل عند الطفل، بتصير تطلب الاكل، بصير هو اللي بيطلب الاكل، مو نحن عم نلحق من مكان لمكان لحتى نطعميه. اهم شغله انه نحن ننظم له اوقات الاكل، نعمله 3 وجبات اساسيه وسناكين. طبعا نحن مشان نتخلص من الصريخ والعياط والنق تبع الولاد، نقول له يلا هاي شيبس، هاي شوكولا، هاي بسكويت. طبعا هذول اشياء كثير غلط. مشان هيك نحن بيوصلوا الاهل انه نحن عم نطعمي ابننا كل شيء وكل المغذيات وكل انواع الاكل، ومع هيك مثلا يا عم يسمن كثير يا عم ينحف كثير. هي المشاكل كثير انه بنسمعها. طب نحن اللي عم نغذيه صح ولا مو صح؟ في دائما مؤشرات نمو عند كل طبيب موجود، ولازم يكون عند كل ام بالبيت. هن جدولين، جدول للاناث وجدول للذكور. كل عمر له طول ووزن، لازم انا دائما راقب الطفل كيف عم ينمو. انا صح. مثلا بعمر السنتين لازم يكون هالقد وزنه، هذا الرينج، وهالقد طوله. وقت انا بلاقي طفلي عم يقصر عن عمره وعن يعني الاقرانه من نفس العمر والجنس، فانا هون بقى بدي احط اشاره استفهام واخذ الولد على اقرب على يعني طبيب مختص. نعم. اما غير هيك ممكن يكون طفل طبيعي بس الام شايفته ما عم ياكل زياده مثل البقيانين، فبتحسه نحيف. بدنا ننتبه على مفهوم النحافه الزائده عند الطفل. 100%. يعني هل هو بعمره منيح كوزن وكطول مقارنة مع أقرانه اللي من نفس العمر وال 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 والنوع، يعني إذا كان ذكور أو إناث أو لا؟ هون ببين معنا إذا هو عنده نحافة أو لا. بس مثل ما متعودين نحن على النق تبع الأم يلا كول، عفوا يلا أنه هي شكلنا غلطنا بحق الأم مشان هيك تشبقت. لازم ننتبه بس على هي الشغلة. كمان في شغلة كتير عالم بيجهلوها، أنه الطفل لما بيولد مثلا وزنه 3 كيلو اجى، لازم بعمر الاربع شهور لازم يكون ضعف وزنه، ما لازم يكون يعني هي فينا يعني ما أنا مقياس لل 100% صحيح لقياس الوزن، بس هي بتعطينا تفصيل شبه صحيح انه نحن الطفل ماشي بمجرى صحيح او لا بالنسبه للتغذيه. لازم مثلا اذا كان ولد 3 كيلو بالاربع شهور لازم يكون 6 كيلو، ليصير عمره سنه لازم يكون زايد 3 اضعاف. يعني لازم يكون 9 كيلو او 10 كيلو. هيك بدها تحسبها له. تمام. هي يعني فينا نقول مقياس ما انه 100% دقيق، وانما بيعطينا من 80 ل 90% هي الصحه.
نعم، حلو نور كثير هذا الحديث. يعني كمان الام لها دور كبير من وقت ما بيكون الطفل هيك صغير وعم يتعلم الاكل، يعني ما تحط قدامه مثل ما قلتي شيبس. قديش مهم انه هي تعوده العاده، انه تعوده ياكل مثلا طبخ. في اطفال الاهل بيطبخوا هن لا، بيروحوا بيعملوا لهم مثلا معكرونه او مثلا بيجيبوا لهم ساندويش. قديش هذا الشيء غلط، قد ايه لازم الام تطعمي ابنها من الاكل اللي طابخينه بالبيت. يعني مثل ما بياكل ابوه بدك تاكل انت، او نفس الشيء مثل ما باكل انا بدك تاكلي انت. هو هذا الصح. والولد لما اوقات بتقلك الام انه انا ابني انواع معينه من الاكل ما بياكلها، انا ابني ما بياكل مثلا لحمه، انا ابني، طب انت كيف عرفتي انه ما بياكل لحمه؟ جربتي معه مره ومرتين وخلاص ما قبله. بس الولد بحاجه لعشر مرات، هي دراسات علم النفس اثبتت انه من عشر مرات وطلوع، بعد عشر مرات انت عم تناولين نفس الاكل، إذا ما كان عم يقبلها بصير بيقبلها. يعني إذا مثلا ما عم طعميه لحمة تسع مرات ما رح يقبلها، بس بالمرة العاشرة الإيداعش حيقبلها لأنه ما في خيار تاني. بس أهم شغلة بدي عوده إنه للطفل إنه هو يأكل مع أهله، يتناول أكله مع العيلة. تاني شغلة، الطفل بحاجة لكربوهيدرات اللي هن النشويات، نقدر نعطيه خبز مع كرونة، رز، برغل، نقدر نعطيه، بس إنما كميات قليلة، مو يعتمد كل النظام الغذائي على هاي الأنواع. لازم ياخذ بروتينات اللي هي من اللحوم، من الدجاج، من الأسماك، ولو مرة واحدة سمك بالأسبوع لازم يتناول الطفل، لأنه السمك بيحتوي على أوميجا 3 اللي هو بيغذي من المقدرات العقلية عند الطفل، بالإضافة بيحتوي على السيلينيوم. لازم نطعميه مشتقات الحليب مثل هي اللي قالوا لك أنا ما بيصير هلا مرة ما أكل اثنين ثلاثة، بس يضل وراها لحتى ذوق كل أنواع الطعام. لحتى البيض بيحتوي على كثير يعني معادن فيتامينات هي بتنمي المقدرات العقليه والذهنيه عند الطفل، فنحن ما بصير نحن نقفي هي المرحله. في اسباب اوقات بتكون وراثيه لنحافة الطفل وأسباب مرضية. الأسباب الوراثية هي ممكن تكون إنه يعني ممكن تكون إنه الأم ولدانة الطفل ولادة مبكرة، هذا الشيء بيأثر على الطفل. ممكن يكون عندنا النمو، يعني البنية الوراثية هي نحيفة ضعيفة. الأمراض اللي ممكن تكون الأسباب المرضية ممكن تكون أوقات هي فقر الدم بيسبب لنا نحافة زايدة، أوقات الأهل بشوفوا ابنهم عنده شحوب صفار هيك بيطنشوا بيقول يمكن تاركينه سهران ما نأكل، يعني ما بيدوروا على السبب الرئيسي. مرض السكر أوقات عند الأطفال بيسبب لنا نحافة زايدة. ممكن الطفيليات والدود يعملوا مشاكل عند الأطفال وبيعملون مشاكل كمان معوية. نعم. في عنا أسباب تانية اللي هي عدم انتظام النوم، يعني الولد ما بينام 8 إلى 9 ساعات. نعم. متواصلة. قلة المي، يعني بعمر من السنتين للست سنين مفروض نحن يشرب الطفل من 6 إلى 8 كاسات مي لحتى كل جسمه يكون عم يتم فيه العمليات الحيوية بأكمل وجه. بالإضافة إنه في عنا سبب كتير جوهري لعدم نمو الطفل بشكل صحيح اللي هو فرط. نعم. نشاط الغدة الدرقية. نعم. وفي أوقات عنا أمراض التوحد ممكن أو اكتئاب الأطفال. الكبار عم يكتئبوا بس كمان عنا اكتئاب. صحيح. للأطفال، يعني مو بس الكبار اللي يكتئبوا. صحيح. فأكيد الاكتئاب عند الأطفال لأسباب معينة، أمراض التوحد، الغدة الدرقية، هدول الأمراض كلياتها اللي ذكرتها ممكن تكون. نعم. سبب أساسي بنحافة الطفل وعدم نموه بشكل كامل. نعم. ومتوازن. نعم نور، يعني اعطيتينا هيك معلومات بمده قصيره، واكيد نحن في كثير مواضيع ان شاء الله بالحلقات القادمه رح نحكي فيها معك. شكرا كثير على كل المعلومات، وبنتمنى هيك بقى عن جد ما ولد يعذب امه خاصه هالفتره. هو يا ريت، نحن بنتمنى انه ما نسمع صوتهم. اكيد. بس بالنهايه مثل ما قلنا، لما نحن بنعرف نتعامل مع الطفل، الطفل بيقدر يتعامل معنا بطريقة كتير جيدة وبدون ما يعذبنا وبدون ما يضايقنا أبدا. شكرا كتير لك نور، نورتي صباحنا. شكرا، وشكرا على المعلومات اللي عطيتينا إياها. أيضا إن شاء الله يكونوا الأمهات استفادوا منها. شكرا.